الوطن. الوطن ليس المساحة الجغرافية التي تجمعنا، الوطن هو القلب الكبير الذي يضمنا. الحروب تمزق هذه القلوب، وتجربة الحرب والنزوح تجربة مريرة مر بها هذا القلب وهذا الشعب. والأطفال في السودان أكثر فئة تضررت في هذه الحرب، ونحن لسنا أرقاما فقط، نحن أحلام وطفولة مهدرة. الحرب في السودان تخاطر بمستقبل محروم من التعلم والتقدم والابتكار والأمل. نتمنى إيقاف الحرب، ونتمنى أن نعود إلى بيوتنا ومدارسنا. نحن أطفال السودان كل المستقبل.